نبدا يا شيخ نعمان. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمرحبا بكم ايها الاخوه الاحبه في هذا اليوم الثاني من ايام هذه الدوره المباركه في هذا المسجد المبارك في شرح حائيه ابن ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى، و في شرح منظومة قصب السكر للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وأعتذر عن التأخير، فالتأخير ليس بيدي وليس بسببي، ووقت طالب العلم غال، فأعتذر عن نصف الساعة هذه، ولكن سنعوضكم بدلا منها إن شاء الله تعالى أكثر منها. كنا قد بدأنا بالأمس في شرح حائية ابن أبي داود، ووصلنا إلى البيت الخامس منها، وهي قوله رحمه الله تعالى: ولا تقل القرآن ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. ولا تقل بعد، تقل ضعوا نقطتين رأسيتين، لأن ما بعدها يأتي مرفوعا على الابتداء. ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. من يقرأ البيت؟ بسم الله، نريد عجلة، تفضل. بسم الله. نعم، وهذا البيت فيه نهي صريح واضح: ولا تقل، وتضع نقطتين وتقف. ثم فيه تقرير وخبر: القرآن خلقا قراءة، أي لا يجوز لك أن تقول أن القرآن خلق مخلوق، لا قراءة أي لفظي بالقرآن، كما روي عن البعض أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فهذه عبارة مع أنها صحيحة لكن لم تؤثر عن السلف، ولذلك اجتنبوها وأمروا باجتنابها. فلا نقول لفظي بالقرآن مخلوق، أي لا أقول قراءتي للقرآن مخلوقة، فهذه عبارة لم يكن عليها السلف. فإن كلام الله باللفظ يوضح، أصلا لا يوضح كلام الله تبارك وتعالى إلا باللفظ، ولذلك لا تقل لا مخلوقة ولا تقل غير ذلك، فهذه ليست من عبارات السلف. وقل الآن انتقل من موضوع القرآن، سينتقل إلى موضوع آخر من مواضيع العقيدة، وهي مسألة الرؤية. فأول مسألة من مسائل الحائية خلق القرآن، وأن القرآن غير مخلوق. المسألة الثانية مسألة الرؤية، فقال في أول ما قال فيها: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. من يعيد البيت؟ تفضل. نعم، وهذه أيضا وقل تضع بعدها نقطتين رأسيتين. يتجلى الله، هذه جملة فعلية تبدأ بيتجلى الفعل المضارع، ومعنى يتجلى أي يظهر، والظهور في التجلي أبلغ، لفظة التجلي أبلغ من كلمة الظهور، ولكن عبر عنها هنا
بتعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال يتجلى ربك كما قال الله عز وجل أيضا في كتابه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي ظهر شيئا من نوره للجبل جعله دكا. يتجلى الله للخلق جهرة، جهرة بغير سر للجميع جميعا، وهو الجهر خلاف السر، يعلم السر، يعلم الجهر وما أخفى. الجهر هو عكس الخفي، والخفي أشد من السر. فقال يتجلى ربك أوضح، وهنا تشبيه البدر أي ليس الله عز وجل كالبدر، فالبدر مخلوق والله لا يشبه بشيء من خلقه، إنما تشبيه الرؤية، كما ترى البدر ترى الله تبارك وتعالى، بل أوضح مما ترى البدر. ولذلك آخر الكلمة وربك أوضح، أوضح هنا تدلل على أن المقصود تشبيه الرؤيا بالرؤيا، لا المرئي بالمرئي. المرئي هو الله والمرئي هو البدر، فليس تشبيه الله المرئي بالبدر المرئي، بل تشبيه رؤية الله وهو الفعل، فعل العين، تشبيه رؤية الله برؤية البدر، ورؤية الله أوضح من رؤية البدر. ثم انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل العقيدة، وهي مسألة الولد والوالد، فقال: وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح. وهو من يا عيد البيت؟ تفضل. وليس له شبه أو شبه في النسخة التي عندي، وليس له شبه، وعندكم شبه لأن النسخة الورقية أيضا شبه. نعم، وليس بمولود وليس بوالد، تدلل عليها سورة من أعظم سور القرآن، ما هي؟ تفضل. سورة الإخلاص، اقرأها اقرأها. نعم، هذه السورة بما فيها لم يلد ولم يولد، تدلل على هذا البيت الذي ذكره، فالله ليس بمولود، لا أب ولا أم له سبحانه وتعالى، وليس بوالد، ليس له ابن وليس له بنات، كما قال النصارى المسيح ابن مريم، وكما قال اليهود عزير ابن الله، كما قال النصارى المسيح ابن الله، وكما قال اليهود عزير ابن الله، وكما قال الكفار الملائكة بنات الله. فالله ليس له ولد وليس له بنت، ليس له زوجة، ليس له صاحبة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فليس بمولود من أبوين أو من أب أو من أم، وليس بوالد لأحد من خلقه، وليس له شبه. الشبه الذي يكون صورة عن غيره، يشابه يماثل غيره، الله عز وجل ليس كمثله شيء. ثم سبح الله عز وجل ووصفه بالعلو تعالى المسبح، ففي هذا البيت نفي يدلل على كمال الضد، هذه من الصفات: ليس بمولود وليس بوالد وليس شبه وليس له شبه، هذه ثلاثة تسمى صفات سلبية، صفات سلبية أو منفية.
منفية لكمال ضدها، ليس له، ليس بمولود لكمال صمديته ولكمال خلقه سبحانه وتعالى ولكمال عظمته سبحانه وتعالى، وليس بوالد لعدم حاجته للولد وعدم حاجته لغيره، وليس له شبه لوحدانية صفته وذاته جل جلاله. تعالى المسبح وله صفة العلو، فتعالى بذاته سبحانه وتعالى وهو المسبح أي المنزه، المسبح المنزه عن كل عيب وكل نقص. ففيها ثلاث صفات سلبية تدلل على كمال ضدها، وفيها صفتان ثبوتيتان، العلو والتنزيه. قال: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. من يعيد البيت؟ تفضل. مصرح، نعم. ويقول الجهمي: قد ينكر هذا الذي نقول في رؤية الله تبارك وتعالى، وهو البيت السادس: وقل يتجلى الله للخلق جهرة. فقد ينكر الجهمي الرؤية، وقد أنكر الجهميون رؤية الله تبارك وتعالى، فيقول: وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي عندنا حديث صريح في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى. بل أقول أن إثبات الرؤية لم تثبت فقط بالحديث، بل ثبتت بالقرآن الصريح، بصريح القرآن ثبتت الرؤية في أكثر من آية، منها من يذكر لنا آية في إثبات صفة الرؤية؟ بسم الله. هذه ليست صريحة، هو صحيح كلامك صحيح، ولكنها ليست صريحة، إنما هي مفسرة بالحديث. نعم نعم. من؟ تفضل. نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه صريحة ولا تؤول بحال من الأحوال على ظاهرها، تبقى. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بمفهوم المخالفة في آية، من يذكره لنا؟ نعم، الذي أسأله يقوم بالسرعة إن شاء الله. أحسنت، بارك الله فيك. قال في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: طالما أنه حجب الكفار فمفهوم المخالفة أن المؤمنين يرونه. فليس هنا فقط بالحديث الذي سيشير إليه، إنما بالقرآن، بصريح القرآن ثبتت صفة الرؤيا. قال: رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. من يعيد البيت؟ من يعيد؟ تفضل. بسم الله. أحسنت، نسأل الله أن ينجحنا وإياك. من هو جرير في هذا البيت؟ من هو جرير؟ أنت قم. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وكان من سادات العرب. ومن يذكر لنا حديث جرير بالسرعة؟ من يذكر لنا حديث جرير؟ من يذكر لنا حديث جرير؟ من؟ حديث جرير من يذكره؟ ما أحد؟ طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 14، أي 14 من الشهر، والشهر هنا جاء مبهما، لا ندري أي شهر من الشهور، ولكنه الظاهر كان من شهور الصيف. قال: فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال:
إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته أو في رواية ولا لا تضامون بدون تشديد الميم، لا تضامون وفي رواية تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فالمحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر سبب لرؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، أي قل بالرؤية التي قالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنجح. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. من يعيده؟ أنت قم، أنت قم أعده. أحسنت. وقد ينكر الجهمي، وقد أنكر الجهمية هنا، قد ينكر ليس مقصوده التشكيك فيما يقول الجهمية، لأن قد مع الفعل المضارع تفيد التشكيك وليس التحقيق، لا يريد أن الجهمي قد ينكر. الجهميين فعلا، الجهميون ينكرون فعلا. يقول: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، إشارة إلى يمين الله تبارك وتعالى. من يذكر لنا حديث فيه الأحاديث في صفة اليمين أكثر من حديث؟ من يذكر لنا حديثا في صفة يمين الله تبارك وتعالى؟ من يذكر لنا حديث في صفة يمين الله؟ بل آية، من يذكر لنا آية؟ تفضل يا عبد الرحيم. بسم الله. لا أقول اليمين، اليمين لا بأس، لا بأس، جزاك الله خير. اليمين، نعم تفضل. ما اسمك أنت؟ عبد الرحمن. هو عبد الرحيم وأنت عبد الرحمن، ما شاء الله. قل يا عبد الرحمن. أحسنت. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فإثبات اليمين صريح في القرآن. حديث، من يذكر لنا حديثا؟ تفضل يا شيخ. وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين، فإثبات اليمين لله تبارك وتعالى قد ينكرها الجهمي. والله عز وجل له يدان وكلتاهما يمين كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. قال: وكلتا يديه بالفواضل تنفح، كلتا يديه اليمين بالفواضل تنفح، كل فضل وكل خير يصدر عن الله تبارك وتعالى ويعطى من جهة الله عز وجل. وقال تنفح هنا وهي مرادفة أو مقاربة للفظ تمنح، تنفح وتمنح قريبتان من بعضهما البعض. وتنفح أبلغ من تمنح، تمنح تعطي بدون رجاء مقابل، هذا معنى تمنح. وتنفح فيها مبالغة وزيادة عن المنح. وقل ينزل الجبار، انتقل الآن إلى صفة النزول. قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، بلا كيف جل الواحد المتمدح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا، ضع بعد بلا نقطتين رأسيتين أيضا لأنه سيختلف. لو قلنا بلا كيف على اعتبار مضاف ومضاف إليه، أما هنا أراد الحال بلا كيف، وهو استفهام، استفهام عن الحال، استفهام عن الكيفية، فلو جرها تكون مضاف ومضاف إليه، ولكنه أراد الاستفهام وليس الجار والمجرور، عفوا الإضافة والمضاف إليه. قال: وقل ضع نقطتين رأسيتين ينزل الجبار في كل ليلة،
نقطة نض انتهى الكلام في إثبات صفة النزول بلا أيضا نقطتين. كيف؟ أي استفهام، كيف ينزل؟ أي لا تقل كيف وقل ينزل الجبار. صفة النزول ثابتة في حديث، من يذكر لنا الحديث الذي يدلل على صفة النزول؟ من يذكر لنا الحديث؟ تفضل، بسم الله، قم. أحسنت. ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة، في كل ليلة. وهذا من الحديث الذي ذكرناه. بلا كيف، أي لا تقل كيف ينزل، وهي يعني استفهامية. جل الواحد المتمدح، جل من صفة الجلال، ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، جل الواحد وهي صفة الوحدانية، واسم الواحد لله تبارك وتعالى الذي يدلل على هذه الصفة. المتمدح الذي يحب المدح، والذي يفعل الأفعال حتى يمدحه خلقه. والمدح هو عكس الذم، المدح هو عكس الذم، فالله متمدح أي يستحق المدح سبحانه وتعالى. ففي هذا البيت صفة النزول وصفة الوحدانية وصفة المدح. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. من يعيد البيت؟ تفضل. طيب، من يذكر لنا آية في كتاب الله تدلل على أن السماوات طباقة؟ من يذكر لنا؟ نعم، بسم الله، قم. خلي القيام بسرعة بهمة. نعم، سبع سماوات طباقة، فالسماوات طباقة. فالطبق الدنيا أي الطبقة الأولى، السماء الأولى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إلى طبق الدنيا. فلو قلنا طبق أو قلنا سماء فالمعنى واحد، لأن السماء طباق. إلى طبق الدنيا إلى السماء الأولى، الدنيا بالنسبة إلينا الأقرب، الدنيا من الدنو، أي دنية منا، قريبة منا. فأقول أنا هذا أدنى إلي من ذاك، أي أقرب إلى طبق الدنيا، أي القريبة من أهل الأرض. يمن بفضله سبحانه وتعالى، يتمنى على عباده الذين يقومون له. فتفرج أبواب السماء وتفتح، كل ما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إلى طبق الدنيا، تفتح أبواب السماء للمستغفرين والتائبين والسائلين. وهذا يدلل على أن السماء لها أبواب، وهو صريح القرآن وصحيح السنة. من يذكر لنا آية على أن السماء لها أبواب؟ من يذكر؟ عبد الرحمن. وفتحت السماء فكانت أبوابا. نعم. وفي الحديث في صريح السنة، من يذكر لنا حديثا في ذكر أبواب السماء؟ من؟ طيب، حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم في صفة الإسراء، قال: فأتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل، فقيل: من معه؟ قال: محمد. قال: وقد بعث له؟ قال: نعم. قال: ففتحت لنا باب السماء الدنيا. وهكذا في كل سماء يستفتح جبريل، فتفتح لهم باب السماء التي يستفتحون. فأثبت صلى الله عليه وسلم أن السماء لها أبواب.
فتفرج أبواب السماء وتفتح، ولا تفتح إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. يقول بنزوله سبحانه وتعالى، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. يقول ضعوا نقطتين رأسيتين فوق، يقول: ألا مستغفر، هل من مستغفر فأغفر له، كما في صريح الحديث، يلقى غافرا. إذا وجد المستفتح، إذا وجد المستغفر يجد غافرا. هل من مستغفر، ألا مستغفر، أي هل من مستغفر يلقى غافرا. من الغافر هنا؟ الله. والمستغفر الإنسان المؤمن، يلقى غافرا. ومستمنح خيرا، الذي يريد أن يمنحه الله. قبل قليل تكلمنا عن فيمنح، هنا يمنح، هناك يمنح، وهنا مستمنح، أي يطلب المنحة. ومستمنح خيرا، أي يطلب من الله منحة من الخير ومن الرزق، خيرا ورزقا فيمنح. فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا المستمنح ما يريد، يمنحه، ينفحه. النفح والمنح، ينفحه ويمنحه. قال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. من يعيد البيت؟ تفضل. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوه وقبحوا. أحسنت. روى حديث النزول قوم لا يرد حديثهم، الذين رووا حديث النزول كلهم ثقات، لا يرد حديثهم. ثم يدعو على من رد حديث هؤلاء الثقات، فقال: ألا خاب قوم كذبوهم، أي ردوا حديثهم بتكذيبهم، وقبحوا لردهم هذا الحديث. قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح. من يعد البيت؟ تفضل. وزيراه اثنان، قدما ثم عثمان أرجح. أرجح. طيب، وقل إن خير الناس بعد محمد، وقل ضعوا نقطتين رأسيتين بعد قل، وهذه جملة تقريرية. إن خير الناس بعد محمد، في إثبات صفة الخيرية لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. إن خير الناس بعد محمد وزيراه، فوصفهما بصفتيهما ولم يذكرهما باسميهما، والوزيران هما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قدما، أي لأنهما تقدما في إسلامهما، وقدما أي لأنهما مقدمان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. قدما من قدمهما، قدم إسلامهما، وقدما لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياهما.
ثم عثمان ثم عثمان أرجح. عثمان يعني ابن عفان رضي الله تعالى عنه أرجح. لماذا قال أرجح هنا؟ لماذا قال أرجح؟ نعم قم. نعم يقال في التابعين، تجد في تراجم التابعين قال وكان عثمانيا وكان علويا، يعني بعض التابعين كان يقدم عثمان وهو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة، وبعض التابعين كان يقدم علويا عليا فيقال له علوي، أي يقدم عليا على عثمان في الفضل. وقد قال من قال من أهل العلم من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأنهم قدموا عثمان على علي وولوه وولوه بعد عمر. فالأرجح عند أهل السنة والجماعة تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما. قال ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. فذكر بعد الوزيرين أبي بكر وعمر وعثمان الأرجح ذكر علي رضي الله تعالى عنه وخصه ببيت، في حين أجمل الثلاثة المقدمين ببيت، فقال ورابعهم خير البرية بعدهم، أي بعد هؤلاء الثلاثة علي رضي الله تعالى عنه خير البرية. علي حليف الخير بالخير منجح، فوصفه بأنه حليف الخير وأنه بالخير متقدم ومنجح. ثم أجمل هؤلاء الأربعة في البيت التالي فقال وإنهم، أي الأربعة، وإنهم من رهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح. من يعيد البيت؟ تفضل. نعم أحسنت. طبعا الشاب هذا ما اسمك؟ عبد الحافظ. عبد الحافظ حافظ يقرأها من حفظه جزاه الله خيرا. وإنهم هؤلاء الأربع المقدمين رهط، الرهط من من الناس هم ما دون العشرة، الرهط ما يكون دون العشرة، وهؤلاء الأربعة دون العشرة. وهؤلاء الأربعة لا ريب فيهم، أي لا شك فيهم، أي لا شك في مآلهم وفي مصيرهم، وهو هذا المصير وهذا المآل على نجب الفردوس في الخلد تسرح. ما معنى نجب الفردوس؟ من يقول لنا نجب الفردوس ما معناها؟ نجب الفردوس النجائب والنجب، يقال هذه ناقة نجيبة، ناقة نجيبة أي سريعة، كانت القصواء نجيبة، أي القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم سريعة حتى كانت تسبق كل النوق. وفي الحديث أن أعرابيا جاء على قعود فسابق القصواء فسبقها، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فكانت القصواء تسبق كل الإبل، نجيبة كانت، هذا المعنى النجيب، أي الناقة السريعة النشطة القوية على نجب الفردوس، أي على نوق الفردوس. وهذا في إثبات أن في الجنة نوق،
لكن ليست كنوق الدنيا، وفيها فرص أيضا، أي خيول مجنحة